مرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إدريس ديبي أتانو رئيس جمهورية تشاد، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده. كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس التشادي. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموقع الجديد لمشروع سوق المواشي والأغنام بعد قطع شوط كبير في أعداد التصاميم وتكليف الاستشاري والبدء في الدراسات الخاصة في الموقع، سواء كانت دراسات بيئية ومرورية فيما يخص المداخل والمخارج ودراسة السوق والاحتياج الفعلي والمستقبلي. أعلن عن ذلك سعادة المهندس علي بن شاهين رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، وقال إنه تم اعتماد الموقع الجديد بعد رفعه من دائرة التخطيط والمساحة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة واعتماده، بحيث ينقل موقع المشروع من منطقة الرقعة الحمراء إلى منطقة الصجعة الصناعية، حيث سيقع المشروع على محورين رئيسيين ويعتبر من أكثر المواقع حيوية، هما شارع الشارقة الذيد وشارع الإمارات العابر، وسيقع على زاوية في منطقة الصجعة. أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قانونا بشأن إنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات في الإمارة. نص القانون رقم 2 لسنة 2016 على أن يتولى المجلس التنفيذي للإمارة مهمة إصدار اللائحة التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويسري القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة عصر اليوم الحفل الذي أقامه السعيد غانم بن ياريو المنصوري بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة المرحوم السعيد حسين راشد الحبابي في قاعة الأعراس بمنطقة الخبيصي بمدينة العين. وقدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والحضور التهاني والتبريكات إلى العريس ووالده وأخوانه، متمنيا أن تكلل حياة العروسين بالرفاه ويرزقهما الذرية الصالحة. من جانبهم أعرب أهالي العروسين عن سرورهم لتشريف سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة حفلهم ومشاركتهم فرحتهم. أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات برئاسة مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. نص القانون أو القرار رقم 5 لسنة 2016 على يضم مجلس الإدارة في عضويته ممثلي مكتب الاستثمار والتطوير وهيئة المنطقة الحرة في رأس الخيمة وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وأمين عام المجلس التنفيذي، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار فيما يسري مفعوله اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي أن الواقع الافتراضي أصبح جزءا لا يتجزأ من الحياة المعاصرة، ما يستوجب إحسان توظيفه وجعله مرآة صادقة للإرث الحضاري والقيم الأخلاقية الثابتة. وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: أصبح الواقع الافتراضي جزء لا يتجزأ من حياتنا المعاصرة، فلنحسن توظيفه ولنجعله مرآة صادقة لإرثنا الحضاري وقيمنا الأخلاقية الثابتة. بحثت هيئة الهلال الأحمر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التحديات الإنسانية التي تواجه اللاجئين والنازحين في المنطقة بسبب الأحداث الجارية حالياً، وأكد الجانبان عزمهما على العمل سوياً لإيجاد الحلول الملائمة لتعزيز قدرتهم على مواجهة ظروفهم الطارئة وتوفير الحماية اللازمة لهم في ظل التحديات التي تواجههم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الهلال الأحمر بحضور فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لقطاع المساعدات الدولية في الهيئة، والدكتور عبد الكريم بن سعلي
مستشار العلاقات الدولية، وتوبي هارود مدير مكتب المفوضية اللاجئين في دولة الإمارات، ودلال فيصل الشرعان مسؤولة العلاقات الخارجية في المكتب. وأشار الجانبان إلى تعزيز شراكة وسبل التعاون الميداني في عدد من الساحات التي تشهد عمليات لجوء ونزوح بسبب الكوارث والأزمات، وتم الاتفاق على تعزيز آليات التواصل وطرح مبادرات مشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات حول البرامج والمشاريع التي ينفذها الجانبان لتنمية المجتمعات الهشة وتعزيز قدرتها على مواجهة ظروفها الطارئة والتحديات الإنسانية. كرمت مؤسسة التنمية الأسرية نادي تراث الإمارات لمشاركته الفعالة في الملتقى الصيفي الذي نظمته المؤسسة خلال الفترة من 17 إلى 28 يوليو الماضي. تأتي مشاركة النادي في إطار توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات بتعزيز الشراكة مع الهيئات والمؤسسات الحكومية في الدولة. وتمثل دور نادي تراث الإمارات بدعوة طلبة المنتسبين للمراكز التابعة له والتي تعنى باستقطاب الناشئة والشباب من مواطني الدولة للمشاركة في الورش والمحاضرات والدورات ضمن فعالية الملتقى. اشتملت الأنشطة على ورشة عمل حول الإسعافات الأولية لتعليم الأطفال مهارات الإسعاف الأولية والطرق الوقاية من الحريق وتزويد الناشئة بالأرقام الخاصة بالطوارئ. أصدرت مبادرة زايد العطاء تقريرها السنوي الذي يبرز الدور الريادي لشباب دولة الإمارات في مجال الخدمة المجتمعية والإنسانية محليا وعالميا في مختلف المحافل الدولية، وذلك من خلال التطوع بما يزيد عن 2 مليون ساعة تطوع محليا وعالميا. ساهمت بشكل فعال من التخفيف من معاناة الملايين من الأطفال والمسنين في مختلف دول العالم تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية. استعرض التقرير الذي صدر بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب مبادرات زايد العطاء منذ انطلاقها عام 2002، والذي جسدت قيم الوفاء لزايد العطاء والولاء لقيادتنا الحكيمة والعطاء للمجتمعات بأيادي أبناء دولة الإمارات الذين نهجوا نهج القائد المؤسس وخطوا خطاه في ميادين العمل الإنساني. وقال جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، قال إن شباب دولة الإمارات قدموا نموذجاً مميزاً للعمل التطوعي محلياً وعالمياً، وذلك من خلال تبنيهم مبادرات تطوعية غير مسبوقة في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والمجتمعية. واستطاعوا في 14 سنة الماضية منذ تأسيس مبادرة زايد العطاء من إنجاز 2 مليون ساعة تطوع ساهمت بشكل فعال في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتحفيز الأفراد والمؤسسات على المشاركة الفعالة في الخدمة المجتمعية للفئات المعوزة في شتى بقاع العالم. كشف مركز تنظيم النقل بسيارة الأجرة أبو ظبي عن أنه تم نقل نحو 4 ملايين راكب عبر سيارة الأجرة خلال النصف الأول من العام الحالي بمعدل 650 ألف راكب شهريا. المزيد في سياق تقرير الزميل أيمن مصبح. مئتان وسبعون سيارة نقل مزودة بتقنيات متطورة توفر أعلى درجات السلامة والأمان لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، صنعت خصيصا لإمارة أبوظبي بأفضل المزايا والتسهيلات، من بينها أنظمة هيدروليكية لرفع الكرسي المتحرك ونظام التتبع الإلكتروني ونظام تحديد السرعة والخرائط الجغرافية المحدثة، والتي من خلالها تم تحديث أنظمة مركز الاتصال بما يضمن تسهيل عملية الحجز لهذه الخدمة. كما أعلن مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبو ظبي عن استكمال تزويد السيارات بوحدات التحميل اليدوي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الأدوات التي تمكن الكرسي المتحرك من الصعود على متنها بسهولة، ومع وجود الأقفال الخاصة التي تقوم بتثبيت الكرسي المتحرك، كما تم تجهيزها بعداد ووحدة بيانات متطورة تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من استخدامها.
وأشار المركز إلى أنه تم إعداد وتدريب الموظفين المعنيين بمراقبة جودة الخدمات المقدمة عن طريق الأنظمة الإلكترونية المستخدمة من قبل المركز لمساعدتهم على سهولة استغلال المركبات، لافتاً المركز إلى أن السيارات تحتوي على الأنظمة الخاصة كافة بمركبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتوفير حاجات هذه الفئة والمساهمة في تحقيق مبدأ الدمج الشامل لها على الصعد كافة. إن إطلاق مثل هذه الخدمات يأتي ضمن استراتيجية وأهداف المركز الرامية للارتقاء بقطاع النقل بسيارات الأجرة وفق أعلى المستويات العالمية من خلال تطوير وتنظيم ومراقبة الخدمات المقدمة والسعي الدائم لتحسين هذه الخدمات بما يتماشى مع احتياجات وتوجهات إمارة أبوظبي المستقبلية. أيمن مصبح، قناة الظفرة. إلى الشأن اليمني، حيث أكد مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء ركن أحمد عسيري أن الميليشيات الانقلابية في اليمن تعرضت إلى خسائر على الأرض، بحيث باتت الشرعية اليمنية تسيطر على 80% من أراضي البلاد، وأن دعوة الانقلابين إلى جلسة للبرلمان تعد إفلاسا. وقال اللواء عسيري بحسب إحدى الصحف إن دعوة الانقلابين إلى عقد جلسة للبرلمان السبت المقبل دليل على إفلاسهم، وتؤكد استمرارهم في المسرحيات الهزلية، مشيرا إلى أن ما يقومون به يعد محاولة لإيهام المجتمع الدولي بأنهم حريصون على سد الفراغ السياسي في اليمن. وأشار اللواء عسيري إلى أن سقوط المخطوطات العسكرية في مناطق عمليات حدودية داخل الأراضي السعودية هو رد فعل من الميليشيات الانقلابية للضربات التي يتلقونها من الجيش اليمني الداعم للشرعية بمساندة من قوات التحالف. في الشأن ذاته، حيث أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني أن الجيش الوطني استطاع بمساندة قوات التحالف العربي من تحرير معظم المحافظات من المعتدين وتخليص الشعب اليمني من عبث ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح الانقلابية، مشيرا إلى أن هذا الدعم أسهم في محاصرة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية لصنعاء التي اقترب موعد تحريرها. نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بن دغر خلال اتصال هاتفي مع الدكتور عادل بن زيد الطرفي أو الطريفي وزير الثقافة والإعلام السعودي الليلة الماضية تثمينه دور التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم ومساندة الحكومة اليمنية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والإعلامية والإغاثية والإنسانية في سبيل إعادة الشرعية كي تمارس دورها في إدارة الدولة ودحر احتلال الانقلابيين للسلطة وللمؤسسات العامة. وأشار بن دغر إلى أن الفئة الانقلابية عاثت فسادا وطغيانا ودمرت البلاد وقتلت الأبرياء. بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة لتوزيع 40,000 سلة غذائية ضمن مشروع إغاثة لأهالي حضرموت المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار حملتها الإنسانية العاجلة لإغاثة أهل اليمن. تأتي الحملة في مرحلتها الرابعة استكمالا لسلسلة حملات نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عموم مناطق حضرموت، وتواصلا لجهود دولة الإمارات لتخفيف معاناة الشعب اليمني بكافة المجالات الخدمية والإنسانية المتردية نتيجة للأحداث التي تشهدها البلاد والمرحلة الصعبة التي تمر بها. وأكد وفد الهلال الأحمر استمرار تقديم الدعم بتوجيهات من قيادة الدولة الرشيدة لأبناء حضرموت واليمن عموما بكافة المجالات الإغاثية والإنسانية والطبية والكهرباء ومشاريع تنموية أخرى. إلى شأن الاقتصادي، حيث أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع على تراجع متأثرا بتراجع قطاعي العقار والبنوك، كما وتراجع سوق دبي المالي هو الآخر في ظل عودة عمليات البيع لجني الأرباح على الأسهم القيادية وتحول النفط للهبوط. نلقي نظرة على آخر إغلاق للمؤشرين المحليين لليوم. أما الآن نتابع وإياكم درجة الحرارة العظمى والصغرى لليوم.
نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.